هل تفاجأ بإرسالات اللاعب الهولندي، خاصة بأن روجر كادن يفقد المجموعة الأولى عندما أتى ثلاث فرص متتالية للمنافس، ولكن استطاع أن يعود في هذه النقاط ويكسب المجموعة؟ نشاهد هذه اللقطة ربما التي تحدثنا عنها. وتفاجأ اللاعب الهولندي. بالفعل تفاجأ. إذن عودة لهذه المجموعة، ماذا حدث لروجر؟ ما يجب أن نذكره في هذه المجموعة الأولى، حيث كانت المنافسة كبيرة جدا.